اليوم راح تكون محاضرتنا عن بكتيريا السالمونيلا وبكتيريا البروسيلا. السالمونيلا اللي هي كوزد اوف ايج اوف اوف تايفويد فيفر اند انتريك فيفر، والبروسيلا اللي هي كوزد اوف ايج اوف بروسيلوسيس او يسموها المالطا فيفر، او يعني حمى المالطا، او يسموها الانديوليتنج فيفر. حنا متموج في البدايه قبل ان نبدي بالبكتيريا السالمونيلا، هي تنتمي لعائله اسمها، يعني هاي البكتيريا تنتمي لعائلة اسمها الانتيروبكترياسي، عائلة المعوية. مواصفات هاي العائلة انه هي انتريك جرام نيجاتيف رولز. وتعرفون انتو شو معنى جرام نيجاتيف؟ جرام نيجاتيف معناها هي هاي البكتيريا يعني لو سوي لها ستينينج تنصب باللون الاحمر. راح تقولون وشنو يعني احنا شيهن؟ راح اقول لكم لا، لانه بالتريتمنت من تريد تريتمنت لازم تعرف انه هاي البكتيريا هي انه جرام نيجاتيف او جرام بوزيتيف، لانه حتى تختار الدراج اوف تشويس بالتريتمنت لازم تعرف انه البوزيتيف ايجنت مالتك هو شنو هو حتى تعرف ايش تنطي علاج. فهاي البكتيريا هي انتر جرام نيجاتيف روز اند انتر انتروبكترياسي بكتيريا فاميلي، بات ذيس بكتيريا مي اولسو بي كولد كوليفور، يعني لها اسمين، يا اما انتر بكتيرياسي او كوليفور. وتشمل تقريبا 30 جنرا، 30 جنس بكتيريا من ضمنها السالمونيلا اللي هي موضوع محاضرتنا اليوم، اللي هي كوزد ايجنت اوف تايفويد فيفر، شيجيلا اللي هي الكوزد ايجنت اوف ديزنتري، بكتيريا ديزنتري، and E. coli and etc. The typical organism of the enterobacteriaceae are short gram negative broad bacilli. يعني شكلها يكون عصوي، broad مثل عصا، short قصيرة، وgram negative مثل ما هو بالصورة اللي تشوفوها قدامكم. هاي مجموعة من الخلايا، الخلية الواحدة تشوفوها هي عبارة عن شكلها عصوي ولونها أحمر مصبوغ من gram stain، وتكون short. ننتقل الى البكتيريا اوف انترست اليوم، هي اللي موضوع حلقتنا، اللي هي في محاضراتنا، اللي هي السالمونيلا، which are often pathogenic for humans or animals when acquired by the oral route. يعني هي mainly enter the body from contaminated by contaminated drinks or foods from the oral cavity. They are transmitted from animals and animal products to human where they cause. يعني تنتقل يا اما عن طريق الطعام الملوث او من يعني اللحوم او الالبان او الاجبان او اي شيء هو من الانيمال برودكت، او ميبي فروم سم تايم كونتامينيتد فود فروم فيسز اوف انفكتد بيرسون وذ بور هايجين فود مي ترانسميتد فروم بيرسون تو بيرسون اور فروم انيمال برودكت اند تو هيومن باي ذا اورال روت. And it may cause the following diseases. Number one, enteric fever, اللي هي نفسها typhoid fever, is a systemic disease characterized by fever and abdominal pain caused by dissemination of Salmonella typhi or Salmonella paratyphi type A, B, or C. يعني we have two important species for Salmonella. The first one is Salmonella typhi, because the age of typhoid fever, and Salmonella paratyphi, اللي هي paratyphoid fever. Can cause paratyphoid fever. We have to have A, B, and C. So then we have three serotypes. Three serotypes or serovars for the Salmonella paratyphi. شو يعني serotype؟ شو اللي راح نجيب نتطرق إليه؟ هو تصنيف هاي البكتيريا أو species according to its antigenic structure. يعني تصنيفها حسب الانتيجينيك ستراكشر البروتينات الموجودة على سطحها وتفاعلها ويا specific antibody in the laboratories. Number two, enterocolitis. The first disease that may caused by the Salmonella is the enteric fever or typhoid fever. Number two is enterocolitis. It is the inflammation of the digestive tract involving enteritis of small intestine and colitis of the colon. Most likely, enterocolitis is self-limiting. يعني عادة يكون low-grade fever يكون with mild abdominal pain, and most likely 7. يعني الوحدة يصير resolving أكثر الحالات، والsevierity ما تأقل من enteric fever. Number three, septicemia. عندنا مصطلحين كلش مهمات لازم تعرفون تفرقون بيناتهم، هو septicemia والبكتيريميا. دني دائما قد يمر عليكم شنو septicemia وشنو بكتيريميا. السبتسيميا
is the presence and multiplication of bacteria in the blood. يعني وجود البكتيريا القادرة على التضاعف. Septicemia is the presence of and multiplication of bacteria. يعني بكتيريا موجودة بالدم صايرة بالدم ولها القدرة على أنها تسوي multiplication. هذا تعريف السبتسيميا. البكتيريا شنو؟ And also septicemia has another name called blood poisoning. Septicemia equal to blood poisoning. Bacteria emissional is the process of bacteria in the blood without multiplication. يعني هاي البكتيريا الموجودة في البلد ما تقدر انها تسوي multiplication. متضاعف تكون ميتة. وهذا عادة ما تكون يعني under the control of the immune system. ممكن انها تسيطر عليه قبل الجهاز المناعي وايضا اقل شدة واقل خطورة من السبتسيميا. ممكن انه الجهاز المناعي يسيطر عليها وما يحتاج حتى مرات administration of antibiotics مثل السبتسيميا. أكو مصطلح ثالث إلهن هو التوكسينيا. يعني السبتسيميا والبكتيريميا صراحة لكم جدول مقارنة بينها ترى تشوفون أكو فروقات بين السبتسيميا والبكتيريميا. التوكسينيا مصطلح ثالث يدخل عليه هو وجود التوكسين بكتيريا التوكسين in the blood. يعني أكو كانت نفس البكتيريا اللي حالة البكتيريميا نفسها أو حالة السبتسيميا لكن البكتيريا انتهت يعني ماتت بس بقى التوكسين مالها سواء كان اكزوتوكسين او اندوتوكسين. التوكسيميا is a widespread activation of host defense mechanism to the presence of toxin produced by bacteria. يعني فقط وجود توكسينات البكتيريا بالدم. صوت واضح دي وصلكم؟ احد يجاوبني؟ نعم دكتور واضح. اوكي. هاي المقارنه بين البكتيريا والسبتسيميا. يعني اكو مجموعه نقاط من النقاط الرئيسية المقارنة بين البكتيريا والسبتسيميا. البكتيريا is the simple process of bacteria in the blood. هناك السبتسيميا is the process of and multiplication. And multiplication of bacteria in the blood. Bacteria is not dangerous as septicemia. Septicemia is potentially life-threatening infection and may lead to DIC, disseminated intravascular coagulation step, احتمال كلش وارد. ويصير DIC may lead to death. Less amount of bacteria are present in blood. هناك large amount of bacteria is present in blood. This may occur throughout wound or infection or surgery or after post-surgical procedure. هناك it can arise from infection throughout the body including infections in the lung, abdomen and urinary tract. بالبكتيريا توكسين are not produced. حالة البكتيريا بحالة السبتسيميا توكسين may be produced by bacteria. Bacteremia usually causes no symptoms. حالة البكتيريا بينما هناك show symptoms like chills, fever, prostration, very fast respiratory and or heart rate. يعني يصير tachypnea and tachycardia. It can resolve without treatment بالنسبة للبكتيريميا بينما هناك untreated septicemia must be or should be treated. Untreated septicemia can quickly progress to sepsis. تتحول إلى تعفن أو تعفن الدم يسموه. قد بعدين قلنا يوصل الـ DIC. البكتيريا rapidly removed from the bloodstream by the immune system. مثل ما قلت لكم انه under the control of the immune system, whereas the antibiotics should be administrated in the septicemia. نرجع للمورفولوجي. البكتيريا سالمونيلا قلنا عليها انه هي causative agent of typhoid fever, enteric fever, and may lead to septicemia. التيبيكال organism قلنا هو short, قصيره, gram negative, يعني soluble 700 جرام, and bacilli. بس اللاي معناها عصوية or broad. Most isolates are motile. يعني ممكن انه هاي البكتيريا تتحرك. من اكو بكتيريا تتحرك معناها هذه من البكتيريا شديدة الضرر. ممكن انه تنتقل من مكان الى مكان اخر وتسوي لنا infection. لذلك motile by peritrachus flagella. شنو peritrachus flagella؟ peritrachus معناها هاي الفلاجيلا هي الصوت. تتحرك بوسط اصوات. تشوفوها بالصورة هذه. مثل الشعيرات دائما دايرها. هاي الشعيرات هي يسموها الفلاجيلا او الاصوات. تشوفون بريترايكس معناها تحيط كل جسم البكتيريا تحيط بها من كل الجهات هاي الفلاجيلا. لذلك راح تكون اكتيف موتايل. اكتيف موتايل لانه عندنا مونوترايكس هاي اللي تكون نوع من البكتيريا مونوترايكس في صوت واحد فقط. هذه لا بريترايكس تحيط بالخليه البكتيريا بالكامل. الانتيجينيك ستراكشر يعني شنو هو الانتيجين؟ يعني عوامل الانتيجينات اللي موجوده اوف انترست الموجوده على سطح السالمونيلا تايف. مينلي كان دي كلاسيفايد انتو 3 تايبس، مين 3 تايبس اللي هي السيل وول ينطوا الرمز او
سيرفر مال خليه بكتيريا ينطوا رمز او موست لايكلي، بما انه هي جرام نيجاتيف بكتيريا السيرفر متكون من لايبو بوليس كراي يسمونه ال بي اس صون اوت اوف انفكشن اميونيتي. ال بي اس اللي هو بي بوتنت توكسين، فيري بوتنت توكسين اللي بيليبد اي فيري توكسيك هذا. فالسيرفر مالته هو يتكون من عفوا من لايبو بوليس كراي. الانتيجين الثاني المهم اللي به هو الفلاجيلر انتيجين ينطو رمز اتش، والانتيجين الثالث اللي هو الكابسولر انتيجين ينطو رمز فاي. مثل ما تعرفون البوليساكرايد كابسول اللي هو لها دور كانتيفاجوستيك، انتيفاجوستيك يعني فاسيليتيت اسكيب فروم ذا اميون سيستم، تمكن البكتيريا من انه ايفيد ذا فاجوسايتوسيس، ممكن انهم تهربوا من المناعه او من الفاجوسايتوسيس بواسطة الكابسول. ثاني أهم فيرمس فاكتور اللي موجودات بالسمنة تايف سيروتايبين. شنو معنى قلت قبل شوي إن هذا أكو بها أكثر من سيروتايبين؟ يعني السمنة اللي نفسها السمنة تايف بها أكثر من 2500 سيروتايبس، 2500 سيروتايب، 1400 من ضمن 2500 ممكن أنه يصيب الإنسان. مثل ما قلنا السيروتايب هو تصنيف البكتيريا على اساس تفاعلها ويا السبيسيفيك انتي بودي. احنا قلنا من عندنا مايكرو اورجانيزم ات ويل انسايت اور انديوس دي فورميشن اوف سبيسيفيك انتي بودي. هسه عندنا من نفحص احنا نسوي اي جي جي اي جي ام مال كورونا فايروس، هذا الانتي بودي هو سبيسيفيك اجينست ذا كورونا فايروس. من نصاب بالسالمونيلا تايفي عندنا سبيسيفيك انتي بودي فور سالمونيلا تايفي، ما يجي هذا نفسه الانتي بودي يرتبط بالكورونا فايروس او يرتبط بالهيربس فايروس او يرتبط بالباقي انواع الفيروسات او البكتيريا. لكل مايكرو لازم الى سبيسيفيك انتي بودي. من يحدد هذا السبيسيفيك انتي بودي؟ الانتيجينيك ستراكشر الموجود على سطح الخليه البكتيريه او الفيروس. اي تغيير يصير بالجينوتايب مال هالبكتيريا او الفيروس راح ياثر عليه من؟ الجينوتايب اقصد هنا الدي ان اي، زين؟ راح يأثر بالتالي على الانتيجينيك ستراكشر. اي تغيير اي ميوتيشن راح يصير هو الانتيجينيك ستراكشر. شنو هو بروتين؟ بروتين بما انه الاند برودكت بعد ما الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن يتحول الى مسنجر ار ان اي، والمسنجر ار ان اي يصير له ترانسليشن يتحول الى شنو؟ الى بروتين. فاي ميوتيشن اي تغيير يصير بالجينوم مال البكتيريا او مال الفيروس راح بالتالي يأثر او يصير تغيير بمن؟ بالانتيجينيك ستراكشر. لذلك تشوفون انه هذا many mutations occur in the chromosome of this bacteria وصلت الى 2500 سيروتايب. واضح؟ تمام؟ وياي؟ نعم دكتور واضح. لو سريت احكي. اوكي. اللي عندنا مهمات فور كلينيكال سيجنيفيكانس سيروتايبس اوف سالمونيلا ذات كوز انتريك فيفر اللي تسبب لنا التايفويد فيفر. عندنا اربع مهمات، اربع فور سبيشيز من السالمونيلا، فور سبيشيز اوف سالمونيلا بعض يعني خاف ما مر عليكم. هذا شنو سالمونيلا تايفي، سالمونيلا باراتايفي، سالمونيلا قدر اسوي سنين، شنو؟ كل المخلوقات على وجه الكره الارضيه خاضع على نظام التسميه الثنائيه اللي سامعين بيه يسموه الباينوميال نيومانيك نيتشر. باينوميال نيومانيك نيتشر اللي اكتشفه عالم سويدي اسمه كارل لينيوس. كل المخلوقات اللي على وجه الكره الارضيه خضعت لنظام تسميه ثنائي يتكون من شطرين، الشطر الاول اسم الجينس والشطر الثاني اسم السبيشيز. تتبعون سالمونيلا هذا اسم الجينس، تايفي اسم السبيشيز، سالمونيلا اسم الجينس، تايفي اسم السبيشيز. هذا حتى يوحدون تسميه كل الكائنات الحيه. يعني انا هسه بالعراق اروح امريكا اقول لهم سالمونيلا تايفي عرفوها اللي مجال اختصاص، انت كطبيب من تروح لاي بلد ثاني بالعالم تقول لهم هذا الشخص مصاب بالتايفويد فيفر اللي هي سالمونيلا تايفي يعرف انه تحكي، لكنهم اللغه بالعاميه قد تكون تختلف. لذلك وجد نظام تسميه ثنائي يوحد تسميه كل الكائنات الحيه. واضح؟ ومرات يكون اكو بعد اسم ثالث بما انه عندنا جيناس سبيشيز، اكو مرات سب سبيشيز انضاف اذا اكو تشابه بيناتهم لكنه قليل، هذا ما وارد كلش.
هل نظام التسمية الثنائي إلى قواعد يجب أن يكتب الاسمين بشكل مائل إيطاليا بشكل مائل، أو إذا ما كتبته بشكل مائل يجب أن تخلي جواها خطوط، اسم الجينس يجب أن يبدأ بحرف كبير، اسم السبيشيز يجب أن يبدأ بحرف صغير، يعني مجموعة قواعد حتى تفهمون شنو ذني، حتى تعرفون شنو ذني. فهذا هو أن main four types clinical significant serotypes of salmonella that cause enteric fever or typhoid fever. Salmonella paratyphi A مثل ما قلنا هي بها A و B و C. The most important هو A و B. السالمونيلا كوليرا سويس السيرو جروب سي هاي ايضا بها اكثر من سيرو جروب او سيرو تايبس. السي هو اللي ممكن يسوي لنا تايفويد فيفر، والاخيره اللي هي الموست كومن اللي هي سالمونيلا تايفي سيرو جروب دي اللي هو ممكن انه ايضا يسوي لنا انتريك فيفر او تايفويد فيفر. كلينيكالي دي سالمونيلا سبيشيز كان بي كلاسيفايد انتو، اما كهذا الحكي كنا نحكي عليه قبل شويه انه حسب انواع البكتيريا انه راح تجي كلينيكالي كلينيكال ممكن انها تكون نقسمها الى تايفويدال سبيشيز ونان تايفويدال سبيشيز. التايفويدال سبيشيز هي those that can cause تايفويد like some تايفي and some paratyphi. نان تايفويدال those that cause diarrhea اللي هي enterocolitis and metastatic infections such as osteomyelitis like ministries of salmonella enteritis and salmonella cholera suis. راح يقول الطالب دكتور سامي كولر سويس قبل شوي هي تكون تايفويد، شلون صارت تايفويد؟ اقول لك ان فقط السي سيرو تايب ممكن انه تكون لنا تايفويد فيفر، باقي الانواع ما تكون نان تايفويد ممكن انها تكون لنا ديسمينيشن انفكشن او اوستيومايلايتس اند انتيروكولايتس. Now the pathogenesis and epidemiology of the salmonella typhi. Enterocolitis. رح نجي على بالبداية على enterocolitis اللي هي typhoid fever. Is characterized by an invasion of the epithelial and sub-epithelial tissues of the small and large intestine. The organisms penetrate the mucosa, cell and the lamina propria with resulting inflammation and diarrhea. يعني بعد الاكسبوجر لهاي البكتيريا عن طريق الماوث عن طريق الاورال كافيتي راح يصير سوالف منها توصل للسوالف التستن راح تخترق بريش دي ميثيليوم عن سوبر ميكوزا and then will reach the lamina propria and this will lead to the inflammation and diarrhea. بعدين مو راح يستقبلها باعوا اكو فد شيء اسمه بايرس باتشز اذا تذكروه العاميه الليمفاتيك سيستم اللي صاير بينها معاها نسمي بايرس باتشز هي اللي راح تستقبل هذه الخلايا والاهم خلايا راح تشتغل عليها هي البوليمورفو نيوكليير سيل او اللي هي نسميها نيتروفي. البوليمورفو نيوكليير سيل ليكوسايز ريسبونس ليميتس ذا انفكشن اوف ذا جات اند ذا ابسنت ميزنتريك ليف نود بكتيريميا از انفريكوانت ان انتيروكولايتس. حاله البكتيريميا جدا نادره لما اكو عندنا انتيروكولايتس. Among the host factors that contribute the resistance to salmonella infection are gastric acidity, normal intestine microbiota, normal flora, and local intestine immunity. يعني يقول لك أهم العوامل اللي ممكن إنه تهدد من انتشار والإصابة ببكتيريا السالمونيلا تايفي هي number one الأسيديتي ال HCl اللي موجود بالماء. هذا ممكن إنه يخضع البكتيريا وتوصل مرحلة الانفكشن. أكو فد شيء لا تذكرون من عام كلش مهم نسميه inoculum size or the number of bacteria that can lead to infection. كلش مهم هذا. ضربت لكم مثل number of bacteria can lead to an infection. مثل بكتيريا المايكوبكتيريوم tuberculosis the causative agent of tuberculosis TB خلية بكتيرية واحدة ممكن انها تسوي لنا اصابة. حالة السالمونيلا تايفي تحتاج 100,000 الانفكشن دوز مالته او الانفكتيف دوز او نسميها الانيكيولم سايز تحتاج 100,000 خليه بكتيريه 10 اس 5 يعني يلا تصير الاصابه يلا تصير الاصابه حتى تتخطى حاجز الاتش سي ال بالمعده تحتاج عدد كبير من البكتيريا يلا تكون هناك اصابه. هذا اللي مقصود به انه اهم بارير اجينست ذا انفكشن اوف سامولا از ذا جاستريك اسيديتي. Normal intestinal microbiota نقصد بها النورمال فلورا. النورمال فلورا تدرون انه احنا عندنا داخل اجسامنا 10 اس 14
خليه بكتيريه تعتبر نورمال فلورا اكثر من خلايا جسمنا نفسها اللي احنا 10 و16. هذه النورمال فلورا لها فوائد كل شيء وايد، ضمنها انه فوائد مناعيه بالاضافه الى انتاج فيتامين كي وغيرها، هي فوائد مناعيه. شلون يعني؟ لها اميونولوجيكال رول. هذه يعني من هي موجوده متخلي الاوتسايد بكتيريا اللي جايه من برا تاخذ اتس بوزيشن اتس لوكيشن، ما تجي ما تخليها بسهوله انه توصل التارجت مالتها، لانه هي موجوده اصلا ومحتله هالمكان هذا، فصعب انه تجي بكتيريا من برا تاخذ مكانها اللي التارجت مالتها، يعني تنافسها على المكان، تنافسها على النيوتريينت، تنافسها على الاكسجين. فلذلك المايكرو مايكروبيال فلورا النورمال فلورا فيري امبورتنت اميون ديفنس ان اول اوف ذا بودي. هذه هي النورمال فلورا كوسيله دفاعيه ضد السمنتافي. اند لوكال انتستينال اميونتي، لوكال انتستينال اميونتي هي مثل ما قلت لكم البايرس باتشز التايفويد and other enteric fevers. نمبر item A infection begins in the small intestine. بالبداية التايفويد هو إنه تبدي تبدي بالإنتستين. شلون يصير هذا؟ The organism enter and multiply in the mononuclear phagocytes of Peyer's patches. بقى هاي البكتيريا نسميها facultative intracellular bacteria. يعني شنو؟ بكتيريا ممكن إنه تعيش facultative مو obligative. مو بيقدر فاكولتيف يعني اختياريه، ممكن انه تعيش داخل الفيغوسايت. وحده من وسائل الهروب من المناعه انه بعض انواع البكتيريا مثل بكتيريا السل بكتيريا التيبي ميكوبكتيريا سالمونيلا تايفي البروسيلا ايضا راح نجي بعد شويه، ممكن انه تعيش انسايد ذا ماكرو فيج او ذا فيغوسايت انسايد ذا فيغو سوم. فيجوسوم هو الاسم اللي يقوم بالالتهام بالفيجوسايتوسيس داخل الفيجوسايت، يعني كان سرفايف بما انه هي المفروض تنقتل بواسطه الفيجوسايت. لا، بعض انواع البكتيريا عندها وسائل ممكن انه تمكنها تعيش داخل الفيجوسايت، يعني يا اما تمنع الفيجوسوم هذا اللي هي بداخل انه يرتبط باللايسوسوم حتى يحللها، او اكو طرق اخرى escaping from the phagosome تعيش بالسيتوبلازم، لذلك ما راح تكون تسمح للفري راديكالز انه تقضى عليها. فعده وسائل انه تمكن الخليه البكتيريه انه تعيش انتراسيلر، لذلك ما راح تكون هذه سرفايف انتراسيلر موست لايكلي. الشخص هذا راح يكون كارير فور ذيس بكتيريا فور لونج تيرم اند كرونيك انفكشن. لذلك اغلب الاشخاص اكيد ما بيبيع انتو او احد من اقربائكم واهلكم يقول لك هذا كارير، او يعني بين فتره وفتره يرجع لك تيفو، شو وقت ما شويه ترتفع درجه الحراره، شو وقت ما ياكل اكله، شو وقت ما يعني ما تشوفه غير رجع لك تيفو ورا سنه او ورا فتره ورا ست اشهر يرجع مره ثانيه وتنطي علاج. دائما هذا الشخص هو يكون كارير، لانه هاي البكتيريا كان سرفايف انترا سيلرلي. واكو فيديو اصور يعني بالمحاضره وحده اسمها ماري تايفويد سموها، هذه اول ما اكتشفوا التيفو بيها، هذه ظلت كارير وسببت اصابه مدينه كامله، لانه يعني حتى حطوها بحجر صحي وطلعت الحجر الصحي، اشتغلت المطعم تنكرت واشتغلت المطعم واصابت كل زبائن المطعم، وانتقل هذا المرض هي اصابه بمدينه كامله في عندها سموها ماري تايفويد، موجوده تقرير عنها باليوتيوب لو تحبون تشوفون. فنرجع انه هذه الاورجانزم انتر اند مولتبلاي ان ذا مونونيوكليار فيجوسايتس اللي نسميها اوف ذا بايرس باتشز. شنو هي البايرس باتشز؟ ار سمول ماسز اوف لينفاتيك تيشوز لينفاتيك سيستم او لينفاتيك تيشو الموجود بالانتستين نسميه بايرس باتشز فاوند ثرو اوت ذا ايليوم ريجن اوف ذا سمول انتستين. They form an important part of the immune system by monitoring intestinal bacterial population and preventing the growth of the pathogenic in the intestine. تشوفون الرسم اللي على اليمين هذا اللي موجود، هذا الرسم، هذا هو الانتستين وهاي الابيثيليا اللي برا تشوفوها، هاي الفوليكل اسوشيتد ابيثيليا وهاي تحتها الدائره السمائيه هي هذه البايرز بوتشز. هذه البايرس باتشز اللي هي تتكون من خلايا مناعيه، طبعا هنا اكو فوق الماكروفيج هذه وجوه اكو التي سيل،
فوق اذا تشوفون اكو هاي ام سيل، اكو كلها شو يسمونها ابيثيليا فوق والميكوزا، اكو بنصها خليه صفراء اسمها الام سيل، هذه مختصر المايكروفولد سيل، بتباعون من النقاط الحمر الصغار هسه هاي بنقول مايكروبس بشكل عام، قد تكون هي بكتيريا سالمونيلا. هذه الام سيل وظيفتها انه مجرد بس تنقل ترانسبورتر، تنقل هاي المايكروبس تدخلها للفايروس بوتشز. هذه الام سيل مختصر للمايكروفول، مجرد انه تسوي ترانسبورتيشن للمايكرو اورجانيزم توصل للفايروس بوتشز اللي تحتها اللي هي موجوده بها خلايا متخصصه مناعيه اللي هي انتيجين ريسبتيك سيل، ماكروفاج، دنتريك سيل، تسوي لها فيجوسايتوسيس وتسوي كروستنج، وبعدين راح تنقلها الى مور سبيسيفايد او مور سبيشاليزد سيل اللي هي التي سيل، ومن عندها راح ينتج اما تتحول الى سيل ميديت اميونيتي او هيومر اميونيتي باي برودوسينج ان سبيسيفيك انتي بودي باي ذا بلازما سيل. هذا بالمختصر دي النيو ريسبونس اجينست دي سم. الجهه المقابله نفس البلاي هذه اللي يعني البلاي العفو والزغابات اللي موجوده بالامعاء والامسيل، وتنتقل شلون تصير الفوليكل اسوشيتد كثير السيل شلون تنتقل تنقل الخليه البكتيريه وتوصل للفايروس باتشز. بعد ما خلصنا وصلت يعني المناعه للفايروس باتشز راح تجي هنا قد توصل مرحله السبريد، سبريد في فيجوسايت او في ليفر، يعني ممكن انه قلنا لكم انه هذه البكتيريا كان سرفايف انسايد الفيجوسايت، من تبقى داخل الفيجوسايت ممكن انه يوصل للسبريديشن، ممكن انه يوصل للسبريدنج فور اذر اورجانز، يعني عن طريق الليمفاتيك سيستم او عن طريق البلد ممكن انه تنتشر وتوصل الى انذر اورجانز مثل من؟ مثل الليفر. لا تستغرب اذا جاك واحد جوندس بعدين تدي عنده تايفويد فيفر، لا تستغرب، يعني انت بس مو بس تدور مرات انه التايفويد سام التايفويد ممكن انه توصل للليفر ويسوي عنده جوندس. بس البريفيرد سايد موست لايكلي يصير عنده جول بلدر، توصل من جول بلدر تحب سام اذا صارت ديسيميشن لها تحب توصل لمكان الجول بلدر زين، وخاصه اذا كان جول ستون، اذا جول ستون موست لايكلي حتى تقلع بيك او انه موجود داخل الستونات، داخل هذه الستونات مال الجول بلدر ايضا لقوها موجوده، فلذلك اذا صار سبيشن تروح للليفر قد توصل للجول بلدر وقد يوصل ايضا السبلين، لذلك مرات ابو التايفويد تلقى عنده سبلين او ميجل، تلقى الطحال مالته والضخم، مثل ما تعرفون السبلين هو شنو هو؟ سكندري ليمفويد اورجن ب الوايت بالب والريد بالب، فيصير درينج يعني من النير باي ليف نودز او اذا وصل له عن طريق الليمفاتيك سيستم او عن طريق البلد، فممكن انه يصير سبلين او ميجل حاله التايفويد وايضا حاله البروسيلوسيس. قد يكون ايضا هيباتو سبلينوميجالي، اثنين ضخمة من الليفر والسبلين. بما انه صار لها ديسيميشن، this lead to bacteremia which is associated with the onset of fever and other symptoms probably caused by endotoxin. مثل ما قلت لكم البوتنت انتيجينيك ستراكشر بالسنة اللي هو الاندوتوكسين. الاندوتوكسين هو integral part of the cell wall of this bacteria. اللي هو سميناه باللايبوبوليسكارايد. الانتيجين ستراكشر المهم هو اللايبوبوليسكارايد اللي هو انتجرال بارت اوف ذا سيل وول اللي يسموه اندوتوكسين، اللي هو بماده يسموها ليبيد اي فيري فيري توكسيك، وهي اللي تسوي الاندكشن اوف فيفر، هي اللي تسوي يسموها اكزوجينس بايروجين، اكزوجينس بايروجين اللي هي ممكن انه تسوي الاندكشن اوف فيفر. بعد ما وصلت الهيل اورجان الاذر اورجانز وصار بي يعني حق البكتيريا سرفايفل اند جروث اوف ذا اورجانزم وذ ذا فيجوسوم ان فيجوسايت تو ذا انفيجن اوف جول بلدر، يعني هو مثل ما قلت لكم انه هي هاي انترا سيلولي كان سرفايف انترا سيلولي داخل الفيجوسوم فممكن توصل لجول بلدر، مش كان ريزلت ان استابلشمنت اوف ذا كارير ستيت، يعني بحاله بشكل ما هي كانت سرفايف داخل الفيجوسايت هذا راح تكون كارير ستيت and excretion of the bacteria in the feces for long period، يعني ممكن انهم يكون شدين بهاي البكتيريا عن طريق الستول for long period، لذلك يكون هذا في source of infection، يعني الشخص الكارير لسه من له هو يكون source of infection، ممكن يعدي عده اشخاص. السبتسيميا account for only about 5 to 10% of some infections and occurs in one of two settings، يعني هذا السبتسيميا ممكن انه صحيح نسبة قليلة واذا صارت تكون بواحد باثنين،
Number one, when cell septicemia, a patient with underlying chronic disease such as sickle cell anemia or cancer. ايش اختلاف السيكل سيل انيميا؟ السيكل البيشنت وذ سيكل سيل انيميا، تعرفون شنو سيكل سيل انيميا؟ معناها فقر الدم المنجلي، فقر الدم المنجلي خلايا هي ابنورمال ار بي سيز، ابنورمال ار بي سيز شكلها يكون مثل المنجل، هاي موست لايكلي تكون ستيكي سيلز، يعني دائما حتى الفلو مالتها داخل البلد هو بطيء، لذلك بطيء وتسوي لنا يعني هي ستيكي، ممكن انه هذه السيكل سيل انيميا الار بي سي تتجمع داخل السبلين. راح تقول ايش معنى داخل السبلين؟ لانه مثل ما تعرفون انتم اكو فد شيء السبلين مقسم الى جزئين الريد بالب والوايت بالب. مقبره الابنورمال ار بي سي والايج الكبيره بالعمر الايج ار بي سي وين؟ بالريد بالب مال السبلين هو اللي يسوي الاستراكشن. بما انها السيكل سيل انيميا هي ابنورمال ار بي سيز وستيكي سيلز وبعدات كبيره وين راح تروح؟ راح تروح للسبلين يصير لها ديستركشن. هذا التجمع بالسبلين راح يصير سبلين اوميجالي، بالتالي ممكن انه تخلي البكتيريا تتجمع داخل السبلين وتؤدي لحاله السبتسين، لذلك هو دائما يكون سبلين اوميجالي. واضح؟ الكانسر اللي هي الكانسر عاده من الكانسر هو امينوكومبرومايز، ياخذ كيموثيرابي هو بحد ذاته مناعته قليله، ياخذ احتمال يعطوا كورتيكوستيرويدز يعطوا كورتيزونات حتى تضبط المناعه، فهو من الكانسر ايضا اصلا هو امينو كومبرومايز مناعته ضعيفه فلذلك معرض للسبتسين. نمبر 2 child with enterocolitis bacteremia result in the seeding of many organs with osteomyelitis pneumonia and meningitis as the most common sequelae. يعني الشايل عادة هو ايضا امينو كومبرومايز، يعني بعد الست اشهر هو لحد الست اشهر مناعته الهيومر جايته من امه ترانس بلاسنتال انتيجين اي جي جي العفو امينو جلوبينين ترانس بلاسنتال امينو جلوبينين جايته من امه لحد الست اشهر هو تكون مناعته نوعا ما زينه، ورا الست اشهر راح تبدا المناعه مالته تسوي ديترويشن لان بعدها ما كامله، فموست لايكلي هو يكون معرض للبكتيريميا. وبما انه ممكن انه هاي البكتيريا وسرفايف داخل الفيجوسايت ممكن تسوي لنا اوستيومالايتس نيمونيا منجايتس وقد توصل ايضا مرات للبون مارو وتسوي بون مارو سبريشن، لذلك توقعوا انه مرات بالتايفويد فيفر اذا سويت وايت بي سي كاونت تلقوا ليكوبينيا، مو شرط انه تلقوا ليكوسايتوسيس عددها عالي، اذا تجوا تشوفوا انت مسخن كلش تلقاه مسخن كلش وتسوي له سي راكتيف بروتين مثلا او تسوي له اي اس ار تلقاه معلق، بعدين تجي تسوي وايت بي سي تلقى الوايت بي سي مالته اقل من الاربعه اقل من الاربعه قد يكون او قد يكون حتى واصله واحد او اثنين، ليش؟ معناها اتوقع انه هاي البكتيريا واصله للبون مارو مسويت لنا بون مارو سبريشن، مو شرط انه تلقوها صايره بيكو سايتوسيس. ابيديميولوجي السيروتايف ذات ذا كوز اوف تايفويد فيفر is transmitted only by human، يعني تنتقل فقط من human but all other species هذا احكي على السالمونيلا تايفي بالذات مو باقي السبيشيز اللي هي باراتايفي والكوليرسوس والميلتنس but all other species have significant animals as well as human reservoir، يعني الريسرفوار مال السالمونيلا تايفي هو حصرا من هو الهيومن بينز ريسرفوار خازن او الهوست مالتها السالمونيلا تايفي هو الهيومن. Human sources are either person who temporarily excreted the organism during or shortly after an attack of enterocolitis or chronic carriers who excrete the organisms for years. يعني اما شخص يكون carrier ممكن انه ينقلها من شخص لشخص من ما قلت لكم قبل شويه، يعني واحده شخص واحد carrier state عنده مدينه كامله بنيويورك اتصور بامريكا عنده مدينه كامله لانه هي carrier state واشترط المطعم عدت مدينة كاملة، أو شخص معرض يعني كان مصاب بفترة معينة انتيروكولايتس وممكن أنه ينقلها لأشخاص آخر. اللابراتوري دايجنوستيس شلون ممكن نشخص السالمونيلا تايفي؟ يا أما حالة الانتيروكولايتس ذي أورجانيزم إز موستلي إيزلي أيزوليتد فروم ستول، يعني شنو؟ يعني مثل ما قلت لكم هو سيل اكسكريشن ثرو ذا ستول. هذا اذا اسوي ستول كلتشر يعني اخذ الستول واسوي له كلتشر بواسطه اوساط زرعيه خاصه مثل الاس اس اجر او غيرها ممكن انه احصل على البكتيريا واشخصها، لكن هذا يطول يعني مده 3 الى 4 ايام مرات توصل الى اسبوع اسابيع.
التايفويد فيبر اذا بحط مو بحط الانتروكولايتس، التايفويد فيبر شلون اشخصها؟ بلاد كلتشر ايضا، هنا ممكن انه غالبا ما عندي البكتيريا واصله للدم، حاكم بكتيريميا، اقدر اسحب دم من الشخص هذا وازرعه على وسط، هناك الاسطول بحط الانتروكولايتس، هنا انا اقدر اخذ بلاد من الشخص هذا بحط التايفويد فيبر واسوي له كلتشر. The procedure most likely to reveal the organism immunity to the first 2 weeks of illness. يعني أول أسبوعين من ظهور الأعراض أو من إصابة ممكن إنه حصل على البكتيريا موجودة بالبلد. أو قد يوصل إنه bone marrow cultures are often positive. Bone marrow culture are often positive. يعني هذا رايح بعيد إنه توصل bone marrow تسحب bone marrow وتسوي culture، يعني فد شيء مو دائما يعني سهل أو متاح، ف يعني نعتمد على الدم أكثر شيء. Blood culture. Stool culture or stool culture, blood culture or stool culture. Stool cultures may also be positive, especially in chronic carriers. يعني بحالة الستول chronic carriers اللي راح أحصل على البكتيريا من الستول. عندنا غير الكالتشر شنو عندنا؟ السيرولوجي اللي مو يعني مصطلح سيرولوجي يطلق على antigen antibody reaction. هسه اللي يسمون بال مرض كورونا، انه شلون اعرف اني بعد ما اخذت الفاكسين او انا مصاب ايش قد بقى عندي الانتي بوديز؟ شلون اعرف هذا؟ يسوون يعني يسوون سيرولوجيكال تيست، نعرف بي اي جي جي تايتر يسموه، واذا انت مصاب او اي جي ام تايتر خلال اسبوعين يبقى هذا، او اي جي تايتر يبقى ست اشهر لحد هسه، ست اشهر او اربع اشهر حسب نوع الاصابه. فاكو سيرولوجيكال تيست اللي هو مختصر للانتي جين انتي بودي ريأكشن، انتي جين انتي بودي ريأكشن. هذا نوعين، يا اما انتي سالمونيلا تايفي انتي بودي، انتي انتي بودي يعني شنو انتي انتي بودي؟ يعني هي اكو سالمونيلا تايفي بالجسم طبيعي انه ينتج ضدها انتي بودي. انا ما اقدر احصل على البكتيريا بشكل مباشر يعني اذا سيرولوجيكال تيست، شو مخصصين مسوين انتي انتي بودي؟ شركات مصنعت لنا انتي انتي بودي مال السالمونيلا تايفي، يعني سالمونيلا تايفي داخل جسمك، جسمك ينتج لها انتي بودي. الشركات حضرتني، شركات عالمية حضرت لي انتي انتي بودي، هذا في الطريقة انه ممكن اكشف بها عن التايفون انفكشن. الطريقة الثانية هي الميدال تيست. انا يعني هذا التيست مفروض عالميا انتهى، لكنه عندنا بالعراق بعض البلدان العالم الثالث لحد هسه يستعمل. يعني هو بورلي بور سنسيتيفيتي اند بور سبيسيفيسيتي. ليش؟ مثل ما قلت لكم اكو 2500 سيرو تايب اوف سالمونيلا، 2500 هذا مو سبيسيفيك تيست فور سيرتن تايب، هاي نمبر 1. بالاضافه الى انه اكو انتيجينيك سيميلاريتي بتوين سالمونيلا اند اذر تايب اوف بكتيريا، يعني شنو؟ يعني معناها اكو تشابه بالانتيجينات اللي موجوده على السالمونيلا تايفي وانتيجينات بكتيريا اخرى. لذلك اذا في اليوم صدكم فرصه راح تلقون عليها مكتوب عليها فبراير انتيجين الميدال تيست، الكيت مالته يتكون من ست قطرات، ست انواع، ست شيش مال دروبس ديالات، هذه الست مكتوب عليها فبراير انتيجين، يعني معناها اي فيفر مرات ينطي الميدال تيست بوزيتيف، ويا اي فيفر ينطي بوزيتيف. بس انا مجبر انه اعطيكم اياه حتى تعرفون تاخذون فكره عنه، لانه خاف يجيكم في اليوم تحليل من برا او انت المستشفى مالتك او المركز اللي تشتغل به او اي مكان تشتغل به يجيك تحليل ويدار حتى تعرف شلون تقرا. الكيت يتكون من ست فيالات مثل ما قلت لكم، اثنين للسالمونيلا تايفي واربعه للسالمونيلا باراتايفي. مثل ما قلنا اكو عندنا سالمونيلا تايفي وسالمونيلا باراتايفي. الباراتايفي اذا تتذكروا قلنا بها اي وبي وسي، السي ما مهم بالنسبه لنا، فقط البي والاي مهمات، الاي والبي بالسالمونيلا تايف الباراتايف. واضح؟ لذلك راح يكون الكيت متكون من سته. ليش؟ لانه الانتيجينيك ستراكشر قلنا اكو الفاي والاو والاتش، الاو السوماتيك اللي بولي والاتش اللي فلاجيلا الاصوات، والفاي ما مهم لان الكابسولار يعتمدون فقط على السوماتيك والفلاجيلا. لذلك من اجي اخذ انتي سالمونيلا تايفي او معناها هذا للاو انتيجين للسوماتيك انتيجين، الاتش معناها للفلاجيلا انتيجين، الباراتايفي بيها اي وبي، فلذلك اكو اي او اي اتش وبي او بي اتش. زين، هذا هو عباره عن اجلوتينيشن تيست، انتيجين انتي بودي.
الانتيجينات محضر لك اياها هاي الشركه اللي راح تشيكوا عليها هذول ال6 فيالات. هذا عباره عن انتيجين مال نوع معين من السالمونيلا محضرته الشركه وقد جاهز. انا شو اروح ادور؟ اروح ادور على سبيسيفيك انتي بودي بالبيشنت، يعني اسحب دم من البيشنت وافصله السيرم مالته واجي اشتغل اسوي انتيجين انتي بودي. هذا يديك تايتر، المفروض يشتغلوا بشكل تايتر. انتربريتيشن مال هاي الريزلت كلها اذا كان الاو التايتر مال الاو اكثر من 160 التايتر مال الاو سواء للباراتايفي او للتايفي، دا احكي الاثنين انتي سانتايفي او باراتايفي، الاو اكثر من 160 التايتر مالته معناها هذا بوزيتيف، معناها هذا شنو؟ بوزيتيف. بالنسبه للاتش اذا كان التايتر اكثر من 320 معناها هذا بوزيتيف فور تايفويد فيفر. اذا كان اقل من 320 اذا كان العفو بالنسبه لي او اذا اكثر من 160 بوزيتيف، اذا الاتش اكثر من 320 بوزيتيف، اذا اقل من 160 بالنسبه لي او هذا نيجاتيف. اما الاتش اذا كان اقل من 320 هذا معناها باست انفكشن او باست اميونايزيشن، يا اما هذا ماخذ لقاح فتره سابقه او يكون مصاب في فتره سابقه، يا اما ماخذ لقاح او مصاب. واضح؟ اذا الـ O اكثر من 160 معناها هذا بوزيتيف، الـ H اكثر من 320 هذا بوزيتيف، الـ O اقل من 160 معناها نيجاتيف، الـ H اقل من 320 معناها باست ميونيزيشن او باست انفكشن، يعني الـ H نادي الشيء اللي للكرونيسيتي معناها هذا كرونيك. كرونيك بحالتي اقل من 320، لكن لو اكثر من 320 لا، معناها اكو اكيوت انفكشن. البريفنشن ضد السالمونيلا تو فاكسينز ار افيلبل but they are conferring limited 50-80% protection against salmonella، يعني 50-80% تنطي حمايه فقط. ليش تنطي حمايه قليله؟ لانه مثل ما قلت لكم انتم هاي الشهر حصلنا فاكسين لسيرو تايب معين، مثل ما يصير هسه بالضبط ويا الكورونا فايروس، كل يوم يعني وجدوا لقاح لسيكونس معين، هاي السبايكس الموجوده على سطح الكورونا فايروس، هاي الاشواك يجي يصير ميوتيشن بالمسنجر ار ان اي مال الفيروس يتغير، مثل ما قلت لكم اي ميوتيشن يصير بالجينوم مال الفيروس او البكتيريا ياثر عليه من على الانتيجينيك ستراكشر على البروتينات الخارجيه، راسا يصير يتغير شكلها فصعب على الجهاز المناعي بعد يبوفها. نفس الفكره هنا بالسالمونيلا ايضا، بما انها شركه مصنعه عندها لقاح لسيرو تايب معين، لنا 2500 سيرو تايب، 1400 من انسولين الانسان، مو خلاص انه 1400 لقاح، وانت ايش بدك يا لقاح راح يشتغل عند هذا؟ مو خلي يلقحوا 1400 نوع، فلذلك اللقاح حتى المصنع هو ينطي مناعه او ينطي بروتكشن قليل، لانه اكو هاي نمبر اوف سيرو تايبس. وان كون تيز دي فاي كابسولر، واحد من هاي اللقاحات تحتوي على الفاي كابسولر بوليسكرايد او سانتايفي جيفن انترا مسكولر، يعني واحد من اللقاحات تحتوي على بوليسكرايد كابسولر انتجين في هذا يمكن ان اي ام ان دي اولا اذر كونتينز الف اتنيويتد سترين، يعني حيه لكنه مضاعف. هاي شو يسوون؟ يحاولون يضربون البكتيريا يقللون من الفيرنس فاكتور مالتها تبقى عايشه، ممكن انه ما تكاثر لكنه تبقى عايشه وضعيفه ما تسوي لنا اصابه، مجرد انه هي تعرف الجهاز المناعي، مثل ما هسه لقاح السينوفارم الصيني، سينوفارم هو هذا كيلد فايروس، كلت فيروس معناها ماخذين الجينوم مالته النازعي ومعاملين بمواد كيميائيه، يبقى فقط الشكل الخارجي لكنه ما له قدره على الاصابه او التضاعف. هذا الليف اتنيويتد موست لايكلي جيفن اورال، بينما ذاك الفاي كابسولار انتجين هو انترال ماسكولار اي ام جيفن. The two vaccines are equally effective. The vaccines equal to نفس ال protection مالتها من 50-80. The vaccines is recommended for those who will travel or reside in high risk area. يعني ما تقدم بها تكون خطرة أو بها إصابات عالية بالتايفويد فيفر، يعني يأخذ اللقاح يحصل على 50-80 protection أحسن ما ينصاب بهذا المرض. البكتيريا الثانية راح أتكلم عنها هي بكتيريا البروسيلا، اللي هي كوست ايجنت اوف بروسيلوسيس، عندها اسماء بروسيلوسيس، مالطا فيفر او يسموها الانديولنت فيفر. الانديولنت فيفر معناها حمى مثل موجه، هاي الحمى ما تمشي يعني مو ليفل واحد كل يوم،
تصعد مرات بالليل تنخفض بالنهار، تصعد بالليل تنخفض، لذلك يكون الكير مالتها متموج، لذلك اخذت اسمها الانجولنت فيفر اللي هو عباره عن زونوتيك ديزيز. زونوتيك ديزيز معناها انه ممكن هو تنتقل اصلا من الحيوان الى الانسان. الامبورتنت بروبرتيز بروسيلا ار ايضا سمول جرام نيجاتيف رودز، ايضا حجمها صغير عصويه رودز جرام نيجاتيف without a capsule، ما تكون كابسول، يعني تكون easily phagocytosed by the phagocytes. The three major human pathogens and their animal reservoir are Brucella melitensis. عندنا ثلاث species، يعني ثلاث انواع مهمه من Brucella. Three species. The Brucella melitensis اللي هي موجوده بالgoats and sheep، بالاغنام والماعز. The Brucella abortus هاي موجوده بالكتل بالمواشي. And the Brucella suis هاي موجوده بالبيجز بالخنازير. Then the three species اللي هن الريسيفوار مالتهن اللي موجوده به اللي ممكن تنتقل من عنده الى الانسان. Pathogenesis. The organism enter the body either by ingestion of contaminated milk or milk products or through the skin by direct contact in an occupational setting such as abattoir. يعني ممكن انه تنتقل يا اما عن طريق consumption of the milk or milk products من هاي الحيوانات، ممكن تنتقل عن طريق الحليب او منتجات الحليب الاجبان الالبان وغيرها تنتقل، او عن طريق السكين كونتاكت، يعني اذا اكو سكين ابريجن، اذا اكو انجري بالسكين والشخص هذا يتعامل مع الحيوانات مثل الابتر. الابتر انا هنسميها بالعاميه المصلخ او المكان اللي يذبحون به المواشي، اذا هذا القصاب البشر هذا انه عنده سكين انجري بايده يشتغل وهذا الحيوان مصاب، ممكن انه ينتقل عن طريق السكين ابريجن السكين انجري يوصل للبلد وممكن انه يصير لنا الاوسيلوس. They localized in the reticuloendothelial system. Reticuloendothelial system شنو هو؟ هي تشمل الليمف نود، الليفر، السبلين and bone marrow. Reticuloendothelial system بعد ما تصير اصابه راح تروح هاي البكتيريا توصل للليمف نود او للليفر، السبلين and bone marrow. لذلك هو غالبا ما يجي هيباتو سبلينوميلي اثنيناتهم من الضخمات الطحال والكبد. Many organisms are killed by macrophage. يعني ممكن انه تقتل بعض الماكروفاج، but some survive within these cells where they are protected from antibody. يعني ممكن ان ايضا هاي البكتيريا هي فاكولتيف انتراسيلولر، مثل الانسان النتائج. ممكن انه يكون الشخص هذا كارير and chronic infection is occurring. يعني ممكن انه الشخص هذا المصاب ببروسيلوسيس انه يكون كارير، لانه هاي البكتيريا البروسيلا ايضا ممكن انه كان سرفايف انتراسيلولرلي. The host response is in randomness. I have a skin infection. إذا صارت دخلت البكتيريا عن طريق السكين ممكن إنه يكون randomness infection. بمن نذكركم هاي المفروض تعرفون نذكركم بال TB infection، ممكن إنه تكون هذا باللانج transcellular hemangioma with lymphocytosis and epithelioid giant cell. يعني تكون multinucleated giant cell. بالإبثيليا تكون multinucleated giant cell which can be progressed to form focal abscess and calcification. يعني ممكن انه اذا مرات تستبعد انه الايجن هذه اذا تصير تقول لك انا قصاب تشوفك وفد جرانيلوما موجوده بالسكن توقع انه هذه هي بروسيلوسيس وصارت بالسكن. متكونه calcification هذا يسموه تجمع او focal abscess. Clinical finding after an incubation period of 1 to 3 weeks, non-specific symptoms such as fever, chills, fatigue, malaise, anorexia, and weight loss occur. يعني ممكن يكون عنده فيبر غالبا وهذه chills هاي الرعده، يعني دائما تسوي يسموه بالدرانشينج سويتنج. درانشينج سويتنج يعني ملابس تنقع عليه من كثر الحراره العاليه، حتى الملابس تنقع عليه يسموها درانشينج سويتنج. chills فتيغ تعب ملايز ايضا بحول وانوركسيا فقدان الشهيه and weight loss. Okay. The onset can be acute or gradual. يعني اما تكون هذه acute or gradually progressing. The undulating rising and falling. Undulating معناها تسقط تنزل حراره. Fever pattern that given the disease its name occur in a minority of patients. يعني مو كل الاشخاص عندهم هاي الاندولايتد فيفر. لكنه ممكن انه تكون حراره متقطعه وترتفع وتنخفض.
اللارج ليمف نودز ليفر ان سبلين ار فريكونتلي فاوند، يعني دائما الليمف نود والليفر والسبلين تتضخم، لانه التارجت مالت نشوفه بعد ما انه دخلت راح توصل للريتيكولار اندوثيليا سيستم. سكندري سبريد فروم بيرسون تو بيرسون از رير، يعني انه نادر ما انه تنتقل من شخص لشخص، لانه هو عباره عن زوج ديزيز تنتقل من الحيوانات الى الانسان. اللابريتري دايجنوسيس شلون نشخص البروسيلوسيس؟ لازم كلتشر، نسوي بلاد كلتشر، ناخذ دم من الشخص المصاب ونزرعه، وهذا يطول تقريبا يوصل اسبوع الى ثلاث اسابيع حتى يعني تتطلب في ظروف خاصه تحتاج ثاني اكسيد كربون تركيز 10%، حتى يعني عزلها مو صعب بالمختبرات، عزلها وزراعتها مو صعب، مو شيء سهل عفوا. Cultivation of the organism requires the use of enriched culture media. Enriched هاي غالبا يعني شو ما نسموها اوصال زرعيه عاليه التغذيه، يعني دائما تحتوي على ميت مثلا لحم، تحتوي على بلاد، تحتوي على شغلات تكون فيري انريشت، فيري يعني غنيه كلش بالمواد حتى تنميها. And incubation in 10% CO2. The organism can be recently identified by using a slide degradation test with Rosbengal يسموه Rosbengal with Brosella and T-Serum. يعني شنو؟ اكو تيست سيرولوجيكال تيست، يعني انا ما اقدر انتظر والله شخص مصاب بال بروسيلوسيس وانتظر اسبوع حتى يطلع الزرع مالته. زين مرات استخدم الزرع ايش وقت من انت تريتمنت وماكو استجابه، حط تريتمنت للشخص وماكو استجابه، معناها شنو؟ معناها هذا هاي البكتيريا تكون ريزيستنت للانتي بايوتيك، اضطر ازرعها حتى اسوي تيست اسمه سنسيتيفيتي تيست، اشوف هاي البكتيريا سنسيتيف يا انتي بايوتيك حتى اعطيه كعلاج. تجي تعطي انتي بايوتيك انت للشخص مو بس بروسيلوسيس، واي انواع من البكتيريا تكون ريزستنت للانتي بايوتيك. ايش اسوي؟ اجي اعطي علاج ما تستجيب، نفس الشيء خاصه مرات يو تي اي فيري ريزستنت، فاضطر انه اسوي كلتشر، وبالكلتشر هم يعرفون شو يسوون سنسيتيف تيست، يعرضون هاي البكتيريا تطلع يعرضوها لاكثر من نوع من الانتي بايوتيك، يشوفون يا نوع من الانتي بايوتيك يقتلها بالمختبر، يجي يقول لك هاي البكتيريا سنسيتيف لفلان انتي بايوتيك تعطيها كتريتمنت. هنا يعني حاله البروسيلوس الموست لايكلي هو اخذ الكالتيفيشن اذا كانت البكتيريا ريزستنت للانتي بايوتيك. الموست رابيد اند فاست تيست هو السيرولوجيكال تيست اسمه Rosbengal تيست. Rosbengal تيست هذا اجلوتينيشن تيست، يعني انتيجين انتي بودي، الانتيجين محضرك اياه شركات بفياله، واجي اسحب دم من الشخص واخذ السيرم مالته واسوي اخذ قطره من السيرم مال البيشنت وقطره من الانتيجين محضرته الشركه وانتيجين مع بعضهم، يصير تحبب، يصير اجلوتينيشن، يسموه اجلوتينيشن او تحبب. شلون الحليب يتخثر او عفوا يتكتل مرات لا خربان بالضبط، يصير تكتلات، اذا طلعت هاي التكتلات معناها هذا الفحص بوزيتيف للبروسيلوسيس، او حتى بحاله الويدال تيست اللي بالسنة تعرفين. البريفنشن بريفنشن اوف بروسيلوسيس انفولف باستورايزيشن، لازم اسوي الحليب لازم يكون معقم، الفود يعني الملك برودكت تكون معقمه قبل استعمالها، of milk, immunization of animals لازم ألقح الحيوانات and slaughtering of infected animals يعني إعطاء vaccination للانيمالز، والحيوانات المصابة يجب أن تذبح، يعني ما أعرف المفروض هي يعني تتلف مو تذبح المحاضرة، بس هي المصدر كاتب بهالشكل، المفروض أنه يعني يتخلصون معدة لأنه هو source of infection هذه. There is no human vaccine. ما هو vaccine متوفر بالنسبة للهاي البكتيريا. المحاضرة خلصت، إذا أكو سؤال. أكو سؤال؟ أحد عنده سؤال شباب؟ تسمعوني؟ نعم دكتور سمعك واضح دكتور. تسمعوني محمد باقر؟ نعم دكتور سمعك سمعك. تسمعوني؟ إذا أحد عنده سؤال خليه يسأل. اضطريت أكون سريع بالمحاضرة لأنه شايف محاضرة وراي، عندي محاضرة من 10:30 مال الغروب فلازم أروح. إذا عندك سؤال من 10:30 أنا حاضر. ما في سؤال؟ شكرا جزيلا.